فوز غالي وثمين لفريق الوحدات الأردني على فريق دهوك العراقي في أرضه وبين جماهيره بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. ها هي الأهداف، ولكن طبعا الهدف الأول لم يأتي نتيجة لانقطاع البث في بداية المباراة من المصدر. هذا هو الهدف الثاني، وكان في الدقيقة 44 من شوط المباراة الأول للاعب عيسى السباح. وفي الدقيقة 59، أي في الدقيقة 14 من شوط المباراة الثاني، استطاع حسن عبد الفتاح أن يحرز الهدف الثاني له في هذا اللقاء، والهدف الثالث لفريقه لينهي فريق الوحدات المباراة بثلاثة أهداف ويضمن رسميا التأهل بقوة وبجدارة إلى دور الأربعة، ليتقابل بمشيئة الله الأسبوع القادم يوم الثلاثاء القادم أمام نساف الأوزبكستاني. إذن تفوق لفريق الوحدات في هذه البطولة بشكل ملحوظ. هارد لك لفريق دهوك العراقي، بالتوفيق له في البطولات القادمة. مبروك لعشاق الأردن ومبروك لعشاق الأخضر الأردني الكبير فريق الوحدات. أولا كابتن أسامة نهنيك ومبروك للكرة الأردنية على هذا الأداء الرائع في هذه البطولة بصراحة من فريق الوحدات الذي يتفوق بشكل أكثر من رائع منذ بداية المشوار، واليوم يختتم مشواره في دور الثمانية بنتيجة رائعة أمام فريق إتوك. بدون أدنى شك كابتن أحمد، يعني النتيجة نتيجة ممتازة لنادي الوحدات، مبروك لنادي الوحدات، لمشجعي نادي الوحدات، لإدارة نادي الوحدات، لمحبي هذا النادي. هذه نتيجة ممتازة بتخلي الفريق يمضي بثقة للدور قبل النهائي. الآن بعد أسبوع تقريبا في مباراة حاسمة أمام، ليست حاسمة تقريبا ولكن مباراة جدا مهمة أمام نساف الأوزبكي الذي يملك طموحات جدا مهمة وجدا قوية في البطولة. فريق سبق أن أخرج نادي الفيصلي من دور 16، فبالتالي فريق يعني يجب أن يحتاط الوحدات، وكان واضح من الشوط الثاني، من مجريات الشوط الثاني أخي أحمد، أنه تبديلات الكابتن محمد كانت تهدف الى اراحه اللاعبين تقريبا كما تحدثت في بدايه الاسلوب كابتن بدون ادنى شك. ستكون التبديلات غالبا هي اراحه الخبار. تمام هي اخراج، هو كان تبديلات وقائيه باخراج باسم فتحي وبشار بن ياسين اللي كان عندهم انذارات لكسب مجهوداتهم في المباريات القادمه، خصوصا انه مشوار البطوله تقريبا بقي عليه ثلاث مباريات فقط. تمام. واذا زي ما حكيت لحضرتك، اذا بتمكن ان شاء الله نادي الوحدات من تخطي نساف فهذا بيكون له الاولويه والحق حسب تعليمات البطوله باستضافه المباراه النهائيه اللي هو حلم بالنسبه لنادي الوحدات ولاداره نادي الوحدات، لانه سبقوا واحرزوا جميع البطولات المتاحه على الساحه الاردنيه، ولكن لم يسبق لهم ان احرزوا بطوله قاريه التي يسعوا اليها بقوه. واليوم كانت مباراه جدا مثاليه جدا، استبسال من كل اللاعبين لاخر دقيقه، واللاعبين بيستبسلوا دفاعا عن مرماهم. معدل مباراتين 8-1، هذا معدل كبير جدا ثقيل على نادي مثل دهوك، نادي كان يطمح بالتقدم، ولكن بوجهة نظري الشخصية المتواضعة هذا إمكانيات نادي دهوك كمشاركة أولى، ولكن نادي الوحدات سبق له المشاركة تقريبا، هذه المشاركة السادسة أو السابعة في البطولة، وهو الأحق في 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 التقدم في هذه البطولة. تمام كابتن حارس، إذا أولا هارد لك لهزيمة فريق دهوك وخروجه بهذا الشكل الغير لائق من البطولة بنتيجة ثقيلة أمام الوحدات، ولكن إذا تحدثنا عن نتيجة المباراتين معا 5-1 في لقاء الذهاب، واليوم 3-0 بنتيجة مريحة كمان للوحدات الذي كان ممكن أن يزيد الفارق في الأهداف، إذا تحدثنا عن هذه الهزيمة الثقيلة من وجهة نظرك، من يتحمل هذه المأساة الكروية التي يعاني منها فريق دهوك في هذه البطولة وخصوصا في المرحلة الأخيرة مرحلة دور الثمانية؟ كابتن أحمد، يعني مبروك فريق الوحدات كابتن أسامة، وهارد لك الفريق دهوك. اللي يتحمل المأساة الرئيسي في هذه المباراة هو الاتحاد العراقي لكرة القدم، لأنه الاتحاد العراقي من شهر 8 والآن يبدأ الدوري في شهر 11، هناك فوارق، يعني تقريبا شهر 12 راح يبدأ، يعني منتصف نوفمبر 21. لكن كابتن في نفس التوقيت اربيل تاهل كابتن وهو يلعب في الدوري العراقي بسبب رئيسي. انا اتحدث عن دهوك فقط. نعم اربيل تاهل لانه معظمهم لاعبين منتخب عراق، والان متواصلين ضمن المنتخب وضمن المباريات، لكنه فريق دهوك يعني لاعبين لما يحتوي يعني لاعب في المنتخب. فريق دهوك يعني كان اليوم يعني والمباراه السابقه هناك فوارق
هناك فوارق في اللياقه، هناك فوارق في الخبره، يعني الوحدات اليوم تعامل بذكاء. ولكن الاتحاد العراقي كابتن عشان نكون منصفين هو ليس مسؤول عن هذه النقطه، هي يرتب امور واوراقه حسب ظروفه. يعني اذا لم يبدا الدوري العراقي فهي اكيد تخطيطات للاتحاد العراقي وليس مسؤول عن اخفاق بعض الفرق في البطولات القاريه. كابتن احمد هو مسؤول عن وضع الرزنامه بما يتناسب مع المباريات الاسيويه. يعني انا كاتحاد لازم اوضع برنامجي على ضوء المباريات الاسيويه، وخاصه انه فرق يعني فرقنا اخذت تعاني في بطولات الاتحاد الاسيوي وهي بعيده عن المباريات الابطال في الانديه الاسيويه، لكنه انا كاتحاد عراقي اعرف راح يلعب الفريق في اي يوم، لكنه الان الدوري القادم راح يكون 11 نوفمبر يعني بعيد جدا، ولكن فريق اربيل لاعبين المنتخب ايضا. انا اتصور انه فريق دهوك سيكون من الفرق الجيده في الدوري لانه وجود خامات جيده، لكنه لم يصل الى المستوى المأمول. تمام. وايضا الكابتن اكرم احمد سلمان يحتاج الى يعني فتره زمنيه، بحيث انه هناك 10 عناصر جديده في نادي دهوك. ايضا هناك لفت انتباهنا اليوم بامكانيه جيده، امكانيات فرديه عاليه من قبل علي يوسف لاعب رقم 7. تمام. قدم مستوى طيب، كانت هناك في الشوط الثاني هجمات جيده يعني من فريق دهوك افضل من الشوط الاول، لكنه كانت هجمات قليله وتعتمد على الفرديه، لانه فريق الوحدات تعامل بذكاء انه سد المناطق الخلفيه اللي ممكن انه ينفذ منها فريق دهوك. فانا اتصور فريق الوحدات يعني كان هو المستوى الاعلى يعني بفوارق كثيره. إذن يعني ترجع الى ان دهوك في هذه البطوله وتحديدا في الدوره الثمانيه للتغيير المستمر في الصفوف في الفتره الاخيره. أكيد. وعدم انسجام العناصر الشابه والجديده بشكل كافي لدخول في منافسه شرسه امام فريق كبير هو الوحدات. نعم، وامكانيه العاليه لفريق الوحدات، لو كان غير فريق الوحدات كان ممكن هناك كلام ثاني بالنسبه لفريق دهوك. تمام. لكن فريق الوحدات فريق يعني بصراحه يعني مستوى كبير وفارق هناك مع فريق دهوك. فانا اتصور الفريق دهوك في شوط ثاني قدم مردود طيب، لكنه لم يرتقي الى مستوى فريق الوحدات. وايضا الكابتن اكرم احمد سلمان اليوم بدل في طريقه اللعب، هناك تبديل كابتن يعني نعم. تبديل جاسم لعبين. محمد بنزوله بديلا لحسين كريم مهاجم مكان مهاجم، هل هي هذا تبديل منطقي في ظل هزيمه ثقيله 3-0؟ هي كانت العشوائيه موجوده، يعني هو كان يريد يحافظ على تنظيم الفريق، يريد يعني يطلع من المباراه باقل الخسائر، لا يريد المغامره بشكل لا يريد كبير. المغامره نعم. ولكنه كان جهه اليسرى بوجود ياسر رعد وعلي يوسف انه سبب بعض الخطوره، لولا وجود عامر شفيع كان هناك ممكن هدف على الاقل لصالح الفريق العراقي. تمام، اذا كابتن اسامه نتحدث عن فريق الوحدات في المرحله القادمه وهي المرحله الاهم التي يقترب منها الفريق من تحقيق الحلم الذي طال انتظاره، والبطولة التي تغيب عن دولاب بطولات هذا الفريق الكبير فريق الوحدات هي كأس الاتحاد الآسيوي. إذا كان اليوم هناك بعض الأخطاء من خلال متابعتك للمباراتين الذهاب والعودة، فماذا يفعل كابتن محمد قويد لتلافي هذه الأخطاء، وما هي الأخطاء التي يجب أن يتلافاها قويد في المرحلة القادمة ومباراة الدور قبل النهائي التي ستكون خارج الديار أمام نساف الكراش؟ هو من خلال مباراة اليوم أخي أحمد واضح أنه الكابتن محمد درس مباراة دهوك السابقة دراسة ممتازة، واليوم إذا لاحظت كان في اللاعب بشار بن ياسين اللي هو بيلعب بالأساس قلب دفاع، لعب وكارتكاز ثاني مع محمد جمال كنوع من إطفاء نوع من التوازن في نص الملعب، وهذا كان ناجح تماما بكل صراحة. تمام. حتى بنزول بعد سحب باسم وسحب بشار بن ياسين، لما نزل أحمد الياس رجع أحمد الياس ظهير يسار وأعطى محمد دميري اللي هو بتميز بالقوة والسرعة بنص الملعب مع اللاعب محمد جمال، فالفريق صار متوازن متماسك بشكل قوي لزيادة السيطرة على نص الملعب، لأنه هو نص الملعب هو الفريق اللي بيحوز على نص الملعب هو تقريبا بياخذ المباراة. وحتى مع تقدم نادي الوحدات بهدفين وبثلاث أهداف كان حسن عبد الفتاح ومحمود شلباية ثابتين في نص ملعب نادي دهوك لرجوع اكثر من 4 لاعبين. تمام. مع هذول اللاعبين فكان ما في تقريبا الخطوره الكبيره باستثناء بعض الثوابت وبعض التسديدات اللي من بعيد اللي كان هو موفق عامر شفيع في التصدي لها. ولكن انا بحكي لك الان من صافره النهائي اليوم اصبح الان التخطيط لمباراه نساف يوم 14. تمام. رحله شاقه في العوده لعمان، وايضا رحله شاقه في التوجه لاوزبكستان عن طريق اظن انه الخط سير الرحله راح يكون عن طريق باكستان ومن باكستان لاوزبكستان، ومن اوزبكستان 6 ساعات
في البر لمدينة كارشي معقل فريق ناساف. فالآن يجب على الإداريين نادي الوحدات، مجلس إدارة نادي الوحدات، توفير أقصى ظروف الراحة وإعادة الاستشفاء وتأجيل مباراة السبت في الدوري بدون أدنى شك. هي المباراة الآن حكما تأجلت لأنه كان في بند في جدول الدوري في حال تأهل الوحدات لدور الأربعة، فمباراة يوم السبت قد تأجلت، فالآن مباراة الوحدات واليرموك يوم 1/10 هي تأجلت لإضفاء نوع من المزيد من الراحة لنادي الوحدات. وأيضا نادي الوحدات أيضا يمثل الأردن في هذه البطولة القارية، لا 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 يوجد نادي حاليا يمثل الأردن في البطولة سوى الوحدات، فمن واجب الاتحاد الأردني لكرة القدم إعطائه كل الوقت للراحة، لأنه تمثيل الوحدات هو لا يمثل نفسه فقط ولكن يمثل الاتحاد الأردني لكرة القدم ويمثل الأردن. تمام. فالآن يجب على اللاعبين التركيز بشكل أكبر، الراحة، المصابين، العمل على تأهيل عامر ذيب، لأنه عامر ذيب عنصر مهم وفعال في الوحدات وفي المنتخب الوطني. اليوم لاحظت أيضا في يعني حسيت انه في اصابه طفيفه عند عامر شفيه، كان بيبتعد عن تسديد الكره ضربه المرمى واعطاها للاعب قلب دفاع، فهذا الان عندنا وقت قصير لاعاده الاستشفاء بعلاج المصابين لتمثيل الوحدات، لانه الان في حاله تحقيق نتيجه ايجابيه فوز باكستان، فانا بوجهه نظر المتواضعه الوحدات راح يكون الطرف الاكبر في المباراه النهائيه بمشيئه الله. كابتن حارس، هناك ملاحظة لابد أن تتحدث عنها، وهو أن جمهور اليوم لفريق دهوك كان يشجع فريق الوحدات في نهاية المباراة وتحديدا بعد الهدف الثاني، بدأ في تشجيع فريق الوحدات حتى أثناء التبديلات كان يشجع هذا الفريق. فماذا تقول هذه الجماهير والمنتظر التي تنتظره الجماهير في المراحل القادمة من فريق دهوك؟ يعني الجمهور ذواق للعبة، يعني هو شاهد أنه الفريق أعلى كعبا ومتمكن ومسيطر على كل مربعات الملعب، فأكيد يعني يكون هو كعامل عاطفي أنه مع فريق الوحدات ويستحق بصراحة فريق الوحدات. أيضا هناك غضب من فريق نادي توك لأنه نادي الأول في المدينة ولم يقدم شيء في المباراتين، هناك 8 أهداف مقابل هدف، يعني هناك فوارق كبيرة وأيضا خسارات متعددة للفريق. فأنا أتصور أنه هناك يعني عامل عاطفي أنه باتجاه فريق الوحدات وأيضا عامل الغضب باتجاه فريق دهوك، لكنه بطبيعة الحال أنه يعني أطمن الفريق وجماهير دهوك أنه هذا الفريق سيكون له شأن في الدوري العراقي، لأن هناك العديد من اللاعبين وهناك الإمكانية موجودة لهذا الفريق لكنه لم يصل إليها في الوقت الحاضر. إذن لابد أن تنظر جماهير دهوك للمستقبل، فريق يؤدي بشكل أكثر من رائع في شوط المباراة الثاني بأمر الله يكون له مستقبل كبير وبالتعويض في البطولات القارية القادمة، وبالطبع توفيق أيضا لفريق الوحدات وأربيل العراقي والكويت الكويتي في هذه البطولة. إذن مشاهدينا، في نهاية هذا الاستوديو لابد أن نذكر بنتائج مباريات الإياب في دور الثمانية والتي انطلقت بالأمس واليوم. المباريات كانت على النحو التالي في دور الثمانية، وهي موانج ثونغ يونايتد مع الكويت الكويتي وتأهل فريق الكويت الكويتي بعد التعادل السلبي خارج الديار، نساف كراش الأوزبكستاني وتشومبول التايلاندي أيضا هزيمة لنساف كراش ولكن فوز 4-3 في النهاية وتأهل على حساب تشومبوك تايلاندي، أربيل العراقي وبيرسبورا الإندونيسي، فوز الأربيل بهدف مقابل لا شيء، ومباراة دهوك والوحدات التي كنا بصددها وفوز ب3 أهداف لفريق الوحدات. مباريات الدور نصف النهائي بمشيئة الله ستكون يوم الثلاثاء القادم وستكون هنا أيضا على شاشة الجزيرة الرياضية، أربيل العراقي أمام الكويت الكويتي وهي لقاء ديربي عربي خالص في هذا اللقاء، والمباراة الثانية نساف قراش الأوزبكستاني يستضيف الوحدات الأردني، وبمشيئة الله بالتوفيق لكل الفرق العربية في هذه البطولة لتكون البطولة دائما وتبقى دائما كأس الاتحاد الآسيوي بطولة عربية خالصة. مشاهدينا متابعينا، مبروك لكل الفرق التي تأهلت وبالتوفيق لكل الفرق العربية وبالتوفيق للفرق العربية التي خرجت في السنوات القادمة. يسعدني ويشرفني أن أشكر ضيوفي الذين شرفوني في هذه الحلقة وهذا الاستوديو التحليلي، كابتن أسامة طلال نجم الكرة الأردنية مبروك مرة أخرى وشكرا جزيلا على تشريفك لنا في هذا الأسبوع. شكرا لك أستاذ أحمد، ومبروك لنادي الوحدات ومبروك لجماهير الوحدات وللكرة الأردنية، إن شاء الله في تقدم مستمر. شكرا كابتن حارس محمد نجم الكرة العراقية ومحلل فني الجزيرة الرياضية، هارد لك لدهوك وبالتوفيق له في السنوات القادمة، وشكرا لك على تشريفك لنا في هذا الأسبوع. شكرا كابتن. شكرا. إذن مشاهدينا الشكر موصول لكل فريق العمل، دائما تقبلوا خالص تحياتنا هنا من شاشة الجزيرة الرياضية، ودائما وأبدا دمتم في أمان الله.